السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين يا رب تكونوا بخير حبايبي اخواتي، اغلى حاجه في حياتي، وحشوني جدا جدا من اخر فيديو شاركته معاكم. النهارده بقى في حاجه غريبه على السطح حصلت بصراحه، يعني انا شك ان يكون في سبب كده او فيروس هو اللي عمل كده في طيوري. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل. انا والله بجد مش بزعل على الطيور اللي تموت، بس الصراحه بحب اشوف فين المشكله علشان ايه اعالجها. دلوقتي تقريبا يعني فيهم ديك يعني ما ماتش لسه، تقريبا بيطلع في الروح، فحوله لكم برضو علشان انتوا تقولوا لي ايه المشكله او ايه سبب الوفاه. وهطلع على فكره الفراخ دي، بصوا شايفين فراخ كبيره، فيهم برابر وفيهم ديوك، والحمد لله طبعا على كل حال. على فكره الفراخ دي انا امبارح بالليل سايباهم، ما فيهمش اي حاجه، هم بس من اول امبارح بالليل كده حسيت اني صوتهم متغير، وبدات والله اديهم في ليمون وبصل وكده، بس ما كنتش طبعا بصور، بس الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. يعني يمكن انا قصرت طبعا في العلاج، لان العلاج طبعا الطبيعي مش زي العلاج البيولوجي، فبياخد يعني وقت. ممكن هو ده السبب الرئيسي في الموت بتاعهم، ان الفيروس سيطر عليهم لحد طبعا ما انتوا شايفين كده النتيجة ان هم ايه ماتوا. فحاول بقى ان انا استعد لباقي الطيور بتاعتي، وديهم طبعا بصل وتوم وكركم والحاجات يعني الاعشاب اللي انا كنت بستخدمها معاكم، علشان ان شاء الله باذن الله نتجنب الفيروس ده او نقضي على الفيروس ده، والطيور بتاعتنا تكون بصحة جيدة، وان شاء الله باذن الله يعني ما يكونش في موت تاني خالص على السطح. واحاول برضو اني انا انظف السطح كويس واعقمه بقزازه كلور كده او ديتول، اي معقم يعني هعقم السطح بتاعي بيه ان شاء الله باذن الله. هحاول بقى دلوقتي برضو اني انا اشيل الطيور الميته دي، علشان ايه الطيور الحيه جايه كده بتاكل فيها وبتعضعض فيها، وده طبعا مش هينفع خالص. الحمد لله على كل حال الفراخ يعني كبيرة، تقريبا دي عمر 3 شهور اهو. بصوا يعني الفراخ دي كانت المفروض ان هي هتبيض يعني دلوقتي بعد 20 مثلا يوم او اسبوعين بالكثير. تعالوا بقى هنشوف الديك اللي لسه اصلا ما ماتش، ونشوف شكله يعني العام، علشان لو اي حد فيكم مر بالتجربة دي يعرف ايه السبب، وحنعرف طبعا اكيد ايه السبب في الاخر. بصوا شايفين ده الديك اللي لسه هو ما ماتش، تقريبا يعني بيطلع في الروح. بصوا شايفين العرف بتاعه مزرج كده، اللي هو تعبان يعني، والفيروس تقريبا مأثر عليه. بصوا شايفين مش قادر يتحرك خالص. فما حدش بقى يقول لي اذبحه، لاني الصراحه مش هذبحه. لا طبعا هستنى لحد ما يموت وارميه. تمام، هما كده 6 فرخات ماتوا معايا، تقريبا 3 برابر و3 ديوك، والحمد لله طبعا قدر الله ما شاء فعل. انا على فكره مش بزعل خالص على المال، بقول يعني الحمد لله عسى ان تقرأوا شيئا وهو خير لكم، بس بصراحه بحب ان انا اعرف السبب، ايه سبب يعني الموت المفاجئ ده، لاني فعلا مفاجئ. انا ما جيتش طبعا الصبح، بس مش اول مره انا ما اجيش يعني الصبح ليهم، دايما كنت باجي مثلا اطلع ليهم العصر او بعد المغرب، ويكون يعني حاطه لهم من بالليل الاكل والشرب، وما كانش بيحصل اي موت او اي حاجه. فاكيد طبعا الموت ده ليه سبب، ولازم نعرف السبب. لايك وشير بقى كتير للفيديو، واللي اول مره يشوف القناه ينزل تحت الفيديو يعمل اشتراك للقناه وفعل زر الجرس على كلمه الكل، عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه، ويكملوا معايا الفيديو لحد الاخر، عشان ان شاء الله باذن الله هنعرف ايه سبب وفاه الفراخ بتاعتي دي، ونحاول برضو ان احنا نحصن زي ما قلت لكم باقي الطيور. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه لطيورنا، ونزاي طبعا نتجنب الموت المفاجئ اللي احنا لقيناه على السطح زي ما انتم شايفين. طبعا الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. زي ما قلت لكم عندي طبعا هنا ده علف بياض، هاخد منه بس شويه على العيش المبلول. تمام، ايه بقى يا حنان السبب موت الطيور عندك او على سطحك؟ بصراحة انا ازاي انت يعني، ايوه انا سبب طبعا الموت المفاجئ للطيوري ده، لاني يعني بجد انا كنت مقصرة اخر فترة معاهم في اني انا اديهم الاعشاب
المكونات او الحاجات اللي انا كنت بديها لهم دي. الصراحه كانت دايما مخليه طيوري مناعتها قويه وبتتحدى طبعا تقلبات الجو، وما فيش الحمد لله كان اي فيروس مسيطر على طيوري، وما كانش بيبقى فيه موت خالص على السطح بتاعي. طب احنا المفروض ان انت تستخدمي الاعشاب دي على طول على طول، المفروض على الاقل يعني مرتين او ثلاثه في الاسبوع، لكن انا بصراحه كنت بقالي اكتر من اسبوعين او ثلاث اسابيع بالظبط يعني، وانا الصراحه مش عندي كان اعشاب خالص، السمسم والكركم والحاجات دي كلها خلصت من عندي، وانا الصراحه ما جبتش تاني، فبطلت طبعا استخدم الحاجات دي ليهم. فدلوقتي انا جبت طبعا زي ما انتم شايفين حبه البركه وسمسم وكمان كمون وزعتر وكزبره وكركم، تمام؟ هم طبعا لو في اسهالات تدي نشا، لو ما فيش اسهالات مش ضروري يعني، تمام؟ الاسهالات دي طبعا احنا ممكن تجينا من درجه الحراره العاليه او ممكن برضو من درجه الحراره المنخفضه، سواء كان في الشتاء طبعا او في الصيف بتجيب لي طبعا مشكله الاسهالات دي، واحنا طبعا الحمد لله بنتجنب مشكله الاسهالات دي يا بالنشا يا اما طبعا تعملي لهم ميه كده في بليمون او ميه بنعناع، ده خصوصا كمان في الصيف عشان طبعا بتبقى من درجه الحراره العاليه، تمام؟ هنا طبعا هحط معلقه معلقه من كل البهارات اللي معايا دي او الاعشاب اللي معايا، ان شاء الله باذن الله طبعا البهارات دي جميله جدا، بتقوي المناعه بتاعه طيوره، لان فعلا الطيور بتاعتي الفيروس ده اللي منتشر طبعا في الجو هو اللي اثر عليهم وخلى طيوري دي تموت موت مفاجئ كده. فان شاء الله باذن الله هاخد 3 ايام او 4 ايام الجايين هحط ليهم طبعا كل يوم من الاعشاب دي معلقه كده على الاكل، وان شاء الله باذن الله طبعا هعمل ليهم ميه بليمون او ميه بنعناع، برضو النعناع والليمون حلو جدا جدا في الفيروسات، بيقضي طبعا على الفيروسات وكمان بيقوي المناعه وبيحسن طبعا من الجهاز التنفسي، يعني بيخلي الطيور نفسها كده كويس. انا زي ما قلت لكم طبعا في اول الفيديو، انا بصراحه من كام يوم كده تقريبا من يومين حسيت طبعا ان الفراخ بتاعتي دي صوتها كده غريب ونفسها برضو غريب، انا وقاعده يعني باكلهم بالليل، فبصراحه يعني عملت ليهم مره واحده بس بصله كده مبشوره، المفروض اني انا برضو كنت يعني اعمل ليهم 3 ايام او 4 ايام على الاقل بصل بيتهم كده مبشورين او مثلا مضروبين في الكبه، واحطهم طبعا على الاكل، واحط لهم طبعا خل او ليمون او نعناع في الميه لمده 3 ايام او 4 ايام لحد طبعا ما الفراخ بتاعتي تتحسن. ده طبعا لو انت قابلتي اي مشكله او تغيير يعني في صوت الطيور بتاعتك، حاولي زي ما قلت لكم تعملي ليهم الوصفات اللي انا بقول لكم عليها دي، تمام؟ هحط بس البهارات على الاكل واحط ليهم الاكل ان شاء الله باذن الله على طول، واحط ليهم طبعا ميه بليمون زي ما انتم شايفين، بصوا حط ليهم ميه بليمون. الحمد لله يعني نستعوذ ربنا على الطيور اللي ماتت، وربنا ان شاء الله باذن الله يدينا يعني خير الطيور اللي فاضله معانا دي، ويبعد عنا طبعا العين والحسد، لاني فعلا والله العظيم انا جيت بتعب يعني، عارفين اللي هو يمكن الحاجه الوحيده اللي مأثره عليا في الحسد، اني انا بقيت الصراحه مش عايزه اكل الطيور، مش عايزه اصور، مش عايزه اطلع فوق اصلا على السطح، وجوزي طبعا مش فاهم كده خالص، مش فاهم اني انا فعلا تعبانه نفسيا، تعبانه نفسيا اللي هو ايه، مش قادره يعني اني انا اعمل الحاجه دي، مش والله كسل مني لا، انا بحب الصراحه الطيور وبحب الصراحه شغل البيت وكده، بس اللي هو ايه، انا حاسه ان انا مش يعني ماليش نفس اعمل الحاجه دي، تمام؟ فهو مش كسل يعني. لايك وشير كتير وكومنت طبعا حلو بدعوه حلوه، وربنا ان شاء الله باذن الله يدينا ويديكم كل الخير ويبعد عنا الشر. ادي بقى زي ما انتم شايفين حطيت طبعا معلقه من الكركم، على فكره الكركم حلو جدا جدا الصراحه في تقويه المناعه وزياده الوزن، جميل يعني الصراحه صيدليه كامله. وكل الاعشاب دي على فكره كل عشب من الاعشاب دي ليه قيمته الغذائيه اللي المفروض طيورنا محتاجاها، وان شاء الله باذن الله زي ما قلت لكم نعدي طبعا من مرحله الموت المفاجئ دي، وان شاء الله باذن الله نعالج طيورنا من الفيروس ده بالاعشاب. اكيد طبعا اكيد طبعا هستخدم ليهم الاعشاب دي مرتين او مره في اليوم ان شاء الله باذن الله لمده اسبوع على الاقل او 4-5 ايام، تمام؟ لحد باذن الله كده ما يكون الطيور باذن الله ما فيهاش طبعا كشه، ما فيهاش خمول، ما فيهاش صوت متغير، المهم يعني لحد ان شاء الله باذن الله ما طيوري ترجع لطبيعتها كلها طاقه وحيويه ونشاط، تمام؟
ادي زي ما انتم شايفين كده هحط الطيور ان شاء الله باذن الله الاكل. تعالوا بس بصوا شايفين، طالما الطيور كده بتاكل وقريبه من الاكل والميه يبقى خلاص كده الحمد لله احنا في الامان. يعني الفيروس ده لسه في اوله، فان شاء الله باذن الله يعني مش هياخد معانا وقت في العلاج، يومين ثلاثه كده وهتلاقي طبعا الطيور كلها حيويه ونشاط. انا زي ما قلت ليكم، انا والله العظيم عرفت الطيور من اول ما بدا معاها الفيروس. الكلام ده كان من يومين، يعني مش امبارح، اول امبارح بالليل انا قاعده كده بعشي الفراخ، وحسيت طبعا زي ما قلت ليكم في الفراخ كده بصوت متغير، وكمان حاسه ان الفراخ مش بنفس الحيويه والنشاط بتاع كل يوم. فبصراحه اللي هو انا تعبانه وانا عايزه حد يهتم بيا زي الفراخ يعني، فاهمين؟ فهو ده والله العظيم اللي خلاني اقصر في ان انا اعالجهم. بس الحمد لله طبعا قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله طبعا على الفراخ اللي ماتت. تعالوا بقى هنشوف الديك عشان نقفل الفيديو كده مع بعضينا، هنشوفه طلعت روحه ولا لسه في كمان نفس. بصوا هو تقريبا مات تقريبا يعني، اه بصوا مات الحمد لله. تعالوا بقى حصل اخواتك، بصوا الحمد لله على كل حال. لحد هنا طبعا الفيديو بتاعنا يكون خلص. كنت معكم حنان سيد من يوميات نونا بنت الصعيد، واسفه جدا طبعا على تاخير الفيديوهات، واسفه جدا برضو على اللي حصل على السطح. ان شاء الله باذن الله يعني انا اكون احسن الفتره اللي جايه. ادعوا لي بس انتوا دعوه من قلوبكم تكون صادقه كده، وليكم مثلها ان شاء الله باذن الله. يعني انا عارفه ان انتوا بتحبوا لي الخير، الناس اللي بتعلق لي طبعا وبتكتب لي كومنتات هي اللي بتحب لي الخير، الناس اللي بتشهد لي في صمت دي ناس حقده طبعا وحاسده. ربنا ان شاء الله باذن الله يكفيني شرهم ويجعل كيدهم ان شاء الله باذن الله في نحورهم. المهم بقى هعمل معكم ان شاء الله باذن الله فيديو كمان تاني. طب ليه احنا الفيديو التاني؟ استنوا بقى هقول لكم ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هيكون فيديو على ايه. باي باي يا حبايبي.